زي الفل عليك يا ست الكل، الحمد لله تمام. والله يا ست الكل يعني ظروف واتحطيت فيها والحمد لله يعني هانت قربت تخلص بقالي 9 سنين. بقطع مقاسات بألفها عروق بقيت الشغل ده نعمل باب يعني ديت شبابيك لفيلا في اكتوبر وليها بقى 3 بوابات اللي هم الخارجيين بتوع الفيلا من بره وباب تاني من الداخلي بابين شقه بس الرسمه كلها ايه موحده الرسمه كلها موحده الحمد لله حبيبي. بقطع المقاسات الاول بعد كده بساعد الحديد اسامبل الحديد بقى بص يعني ديت لو مظبوطه عادي مش هدق عليها تمام معوجه وليها كرش كده او معوجه كده لازم الحديده ديت قبل ما نلفها العرق تبقى مظبوطه وموحده بصي شايفه بصي في حته اهي بصي انا ببص كده بلمح من بعيني بتفرق بتبقى مخليه الرسمه مش طالعه شكلها حلو مش مظبوطه بتبقى الرسمه بتبقى معوجه وانت حطاها بعد ما تعمليها مش بتبقاش مظبوطه بتبقاش ظابطه الرسمه. قولي لنا بقى انت ايه اللي دخلك الصعبه دي يعني بدايتي معاها ازاي؟ بدايتي معاها يعني هي ورشه اخويا اصلا تمام وحصلت له ظروف كده انا اولا منفصله وقاعده في بيت ابويا يعني قاعده مع والدتي واخويا الكبير لا هم بيجوا يعني شويه عندي وشويه عند باباهم اما باباهم عايز لما بيعوزهم ببعتهم انا عايزاهم بيبعتهم لي بالرضا يعني ما فيش اي مشكله يعني هم بيروحوا مدارس اكيد حنان في سنه 5 وجنى في 4 ما انا مره بقول لحنان يا حنان يعني تقول يا ماما الميس عايزاكي عشان خاطر حد يزعلني بس يعني لقيت رضاها حلو ومقنع يعني رضاها كان جميل عليا يعني رضاها كان حلو مش والله يعني انت مش مستعريه مني مثلا ان ماما شغاله حداده قدام الناس وكده وانت اصحابك بيقول لك ماما بتشتغل ايه تقولي لها حداده قالت لي لا يا ماما انا فخوره بيكي انت اللي زيك يعملوا لك تمثال انت المفروض يا ماما الدنيا كلها تحطك فوق دماغها كده تاج يا حبيبه قلبي تسلمي يا ماما انا عندي حنان ما شاء الله دماغها والوعي بتاعها والفكر بتاعها يعني ما شاء الله عاجبني انا شخصيا الكلمه الحلوه والله من الناس يعني التشجيع الحلوه وكلمه حلوه حد معدي انا ما اعرفوش ولا ليه علاقه بيه او بيشوفني شغاله الله ينور ربنا يديك الصحة انت ده انت رمز للستات مصر انت مش عارف يعني كلام حلو جميل يعني بيشجعني من جوه زيادة ان انا ما انزلش ما نخش وصلك ولو عايز صغير معدي الله ينور يا طنط الله انت جميلة قوي بس ويروح اعمل لي كده عايز صغير معدي يبص لي ويضحك انكشه وانكشه نقعد نهزر مع بعض ولا عارف الناس حلوة والله الناس كتير حلوة بس الوحشين يبعدوا عننا بس ويسيبونا في حالنا. يا لهوي على منظري يا ده شحن هنا لا عادي بروح اخد دش وبرطب بشرتي بكريم انا انسى على فكره والله يعني ما تقلقوش. لا والله مش بتضايق والله ابدا يقول لك لخاطر عين تكرم 100 عين. انا مش متضايقه من اللي انا فيه ده وحاجه مش مضايقاني يعني انا ما عملتش حاجه حرام ولا حاجه غلط ولا حاجه عيب ولا حاجه ان هي تكسر عين اهلي او تكسر عين اخواتي. عليكم السلام ورحمه الله. العربيه شويه كده وتعالى خدها بص انا عيني عامله ازاي. جو متاخر قسما بالله وما لحقنا نعمل حاجه كانت الساعه 12 بالليل عارفين والله. طب
هو طارق جاي من الموقع يعني قدامه نص ساعه وهيجي يعملها لك. هو قال له روح حط المسمار قبل ما امشي، ما هو اخر من الساعه 10 ونص للساعه 12. لا كان عند البنات فيه ما لقيتوش. حصل خير اه ان شاء الله. اللي ما بيحبش الشغل يقعد في جنب امه في البيت يزغط البط بقى يقعد في الفسحيه. مفيش حد. بصي بقول لك طالما انت عندك اراده وعزيمه بعد ربنا، وهو ربنا اللي بيديك العزيمه والاراده دي، ده سبحان الله ده بقى دي حاجه بتاعت ربنا. هتقدري تعملي كل حاجه. اللي عايز يشتغل بيشتغل. قول لهم ادعوا لي وادعوا لي، انا عايزاكم تدعوا لي بس والله، يعني تدعموني وتدعوا لي بس، مش عايزه حاجه اكتر من كده. اه نفسي في طلب تاني بجد، انا نفسي اقابل السيسي. امنيه حياتي اقابل الرئيس شخصيا، نفسي اقابل الرئيس قسما بالله امنيه حياتي. انا مش عايزاه مثلا عايزه اشوفه عشان مثلا اخليه يجيب لي حاجه، لا والله العظيم ما عايزه اشوفه، انا عايزه اشوفه بس مش عايزه اعمل منه حاجه. يعني لو حد مثلا مسؤول سامعني يوصل صوتي للسياده الرئيس، انا عايزه اقابله بس مش عايزه حاجه تاني، والله ما عايزه حاجه من ربنا تاني. ان شاء الله باذن الله. تسلمي.